الطلاب والطالبات الأعزاء، من خلال دراساتكم في الأكاديمية ستلتقون بتنوع مواد ممتعة، ستبحرون إلى أعماق النظريات والأبحاث، سوف تتعاملون مع تحديات الكتابة، فهم واستيعاب المادة أحياناً بجدول مزدحم. في العديد من الأحيان، لكي يتم إنجاز المهمات الأكاديمية بنجاح وإتاحة فرصة للترفيه والعمل، يختار الطلاب بانتهاز إمكانية الحصول على المعلومات بطريقة سهلة، فينسخون إلى داخل الواجبات الأكاديمية اقتباسات وفقرات كاملة كتبت على يد الآخرين من دون الالتزام بقواعد التوثيق والاقتباس المقبولة أو ذكر المصدر المقتبس منه بشكل واضح. عمل كهذا يسمى سرقة أدبية بلاجيات، وهو استعمال مصادر المعلومات بشكل غير ملائم، استعمال النصوص من دون نسبها بشكل صحيح وواضح لمصادرها ومؤلفيها يؤدي إلى الانتحال، وبذلك مخالفة قواعد الكتابة الأكاديمية وعدم الالتزام بالمبادئ الأخلاقية المتوقعة من الطلاب في عالم الأكاديمية. تأخذ الجامعة موضوع أفعال السرقة الأدبية بجدية مطلقة. الطلاب الذين يتصرفون بعدم الأمانة من خلال كتابة وتحضير واجباتهم الأكاديمية سوف يضطرون على مواجهة إجراءات تأديبية من ضمنها الحضور أمام المحكمة التأديبية والالتحاق بإجراء قانوني مصيره إلغاء واجبات الطالب الأكاديمية وإلغاء مشاركته في الدورة التعليمية الكورس. حتى من المتوقع أن يعاقب الطالب بالطرد فعلاً من الجامعة لمدة سنة على الأقل، العقاب الأدنى المحدد في لائحة النظام التأديبي. من المهم أن نعيد الذكر، التعليم في الجامعة من ضمن أمور أخرى يشمل فحص شخصي للطلاب، ومتوقع منكم التصرف بأمانة وكتابة الواجبات الأكاديمية بشكل مستقل تماماً، ما يعكس استيعاب الفرد للمهمة. الاعتماد على مصادر المعلومات والأبحاث السابقة هو أمر مهم ويعتبر جزء من نهج إيجابي ومثري الذي يدعم الحوار، البحث والتنمية. لذا فيتطلب منكم التمييز بوضوح بين المحتوى الأصلي وبين المحتوى الذي يستند على مصادر خارجية عن طريق الاستعمال الصحيح لقواعد التوثيق والاقتباس الأكاديمية المقبولة. إذن عندما تلجؤون إلى كتابة مهمة أكاديمية نظموا وقتكم بشكل سليم، استعملوا الأدوات التي منحت لكم واختاروا العمل بالطريقة المناسبة، هكذا سوف تكسبون لقبكم الجامعي بأمانة. للتعليمات الأخلاقية والتأديبية للطلاب الذين يكتبون الواجبات الأكاديمية ادخلوا على الرابط الظاهر على الشاشة.